يقول الشيخ رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. يعني الأصل في الأعيان، في الأعيان الأصل فيها الطهارة والإباحة، فالأرض، الحجارة، الرمل، الطين إلى آخره، سائر الأعيان الأصل فيها الطهارة والإباحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: والأرض وضعها للأنام. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على وجه الامتنان، ومقتضى ذلك الطهارة والإباحة كما ذكر الشيخ رحمه الله.